حبيبي، أنا رائد الجعفري. درسنا اليوم طلبوا من عندي بالطلاب إنه شلون نسوي تايمر أو مؤقت مثلا الجيم مالتنا أو المشروع اللي نشتغل عليه. فراح أسوي بطريقتين، مرة تصاعدي ومرة تنازلي، وراح نشوف شلون من خلال الدرس. مبدئيا راح احتاج متغير، فمثلا انا راح اسمي متغير اسمه تايمر مؤقت بالعربي، تمام. ظهر عندي هنا، هذا هنا مو مشكلة انه اظهره او اخفيه. نجي عندنا السبرت مالتنا او الكائن هو القط، وخلفية عادية يعني الباك دروب مالتنا عادي. فمثلا راح استخدم events، مثلا راح استخدم when space clicked، نضغط على space. آلية عمل التايمر شلون تصير؟ طبعا انت شلون نقول، انت مخير انه بالثواني بالدقائق بالساعات حتى ايام، لكن هو اللي لعبة او مثل ما نقول وقت الاسئلة معينة تنتظر اجابة خلال وقت معين مثلا على سؤال، فاحنا دائما نخليه بالثواني. فقلنا اول شيء من ايفنتس اختار سبيس مثلا او اي شيء انت تشوفه ملائم او مناسب لمشروعك. بعدها اجي احدد هو ايش قد التايمر اني اريده، مثلا 10 ثانية، 3 ثانية، 5 ثانية مثلا. استخدم من كنترول، استخدم الحلقة التكرارية ريبيت، راح نخليه 10. هاي نقطة. النقطة الثانية انه شنو احتاج يعني. هذا الفاريابل اللي سويت التايمر، هنا نقطة جدا مهمة، انا اريد اني تصاعدي او تنازلي، يعني مثلا التايمر يبدي من صفر يوصل الى حد معين، او بالعكس لا اريده مثلا يبدي من 10 الى صفر، من يصير صفر ينتهي. هاي انت تحددها حسب برنامجك او حسب مشروعك. فهسه احنا خلينا نسوي بشكل تنازلي، يعني راح يبدي ب10. اذا انا احتاج اسوي سيت للمتغير مالتي اللي اسمه تايمر تو 10، يعني دائما من ادوس سبيس راح تطلع لي هنا 10، تمام. سيت ضبط، زين سويت له سيت المقدار 10. هنا الريبيت مالتي حتى اكرر او حتى احقق دقه انه هذا التايمر مالتي راح يعد لي 10 ثواني، فاحتاج انه اكرر هاي الشسمه يعني الحلقه التكراريه، انطيها العداد مالتها يكون مساوي لمن؟ مساوي للسيت مال التايمر، يعني اقصى رقم اريده يوصل له. هاي النقطه الثانيه من كنترول، انا احتاج ايش قد ثانيه يعني على الثواني. اذا ويت 1 سكند، شنو انتظر دقيقة، العفو انتظر ثانية، وبعدين من variables سوي لي change للتايمر، وتغير اللي اسمه تايمر، اني بادي من اعلى رقم بمقدار -1، نقص لي بمقدار 1. يعني شنو؟ يعني نجي نقرأ هذا الكود مالتنا كخوارزمية او كتسلسل خطوات، انه اضغط على space، شنو يصير بعدها؟ المتغير اللي اسمه تايمر ياخذ رقم 10، اجي ادخل عندي لوب او حلقه تكراريه من 10 مرات، من 10 دورات. شنو بيها؟ انه انا انتظر ثانيه، بعدها اغير او اغير قيمه التايمر اللي هي 10 بمقدار -1، يعني 10 ناقص 1 هي 9، وارجع اعيده الى 10 مرات. لو انتبهوا هنا على التايمر، لو جيت انا وضغطت سبيس، لازم اضغط، صار تنفيذ، بدأ عندي تايمر يعد ثواني إلى أن راح يوصل للصفر. من وصل للصفر وقف، ما سوى شيء، تمام. هو هاي لحد الآن إحنا هذا اللي برمجناه. نيجي النقطة المهمة الثانية اللي عندنا، إنه أني هذا التايمر من ينتهي أو من يوصل رقم معين، أني شنو أحتاج من عنده؟ فمثلا خلينا نقول إنه هذا من أضغط على سبيس، من اضغط على سبيس، تمام.
اي خلينا نسويها منفصله على مود تفتح. مثلا من اضغط على سبيس هذا الش اسمه ما اريده يبقى بنفس المكان. اعطيني كنترول اريده فوريفر تمام واللوكس راح اختار نيكست كوست. شوف اذا ضغطت على هذا سبيس راح يظل يتحرك هيك بمكانه، انا خليته هيك على مود تبين عندكم الحركه. ايضا من كنترول اخلي انطي وايت على مود، بس ما راح اخليه ثانيه، راح اخليه جزء من الثانيه يعني مثلا 4 اي حتى تصير الحركه. زين خلينا نوقف. شنو اللي صار عندنا؟ اللي صار عندنا انه انا من اضغط على سبيس هذا فور ايفر القط راح يكون فور ايفر هو راح يبدي يتحرك، يعني هاي الحركه مالته ما توقف ما يعني الى الابد راح يضل يتحرك. زين زين انا ايش اريد؟ اريد انه من اخلص التايمر مالتي العشر ثواني اريده يوقف. فمثلا ايش راح اقول له؟ راح اقول له انه هو هذا القط انه فور ايفر حركه غير الكوستم، كل اربع اجزاء من الثانيه غير الكوستم. من اجي على التايمر ايش اقول له؟ اقول له بعد انا التايمر مالتي 10 ثواني، بعد 10 ثواني انه بعد ما يخلص بعد ما يتوقف التايمر يساوي صفر يطلع من هاي الحلقه التكراريه اللي هي ريبيت اعطيني ستوب اول راح يوقف لي هذا. خلينا نشوف هذا الكلام صح. راح اكبرها راح انتبه للتايمر راح يصير 10 وهذا راح يبدي يتحرك تمام. من راح يكون التايمر عندي يساوي صفر هذا المفروض يوقف، واضحة؟ ليش؟ لأن أنا انطيته ستوب أول. نشوف ايش قد وقف صار. جيد 6 دقائق. هاي مثلا واحدة من الطرق اللي يعني ليش دا أنشئ لها ليش دا أنشئ خلينا نقول التايمر أو ليش دا أحتاج تايمر. لا مرة ثانية مثلا أنا إيش راح أسوي؟ راح أسوي متغير ثاني وراح أكتبه بالعربي. راح أكتب متغير ثاني من variables make variables انشئ متغير راح أسميه مؤقت تمام حتى يكون عندكم النسختين. هذا المؤقت شوف هنا أوكي خلي تمام خلي هنا على مود خلي هنا مستوى. هذا المؤقت ايضا انا شنو احتاج هسه هالمره؟ لا ما راح اسويه يبدي من الصفر الى مثلا رقم معين اني اختاره. وهنا خلينا نقول عداد مثلا انا عندي اسئله وانتظر اجابه، مثلا مشروعي اسئله ينتظر اجابه من اليوزر، اذا جاوب خلال هذا الوقت يفوز، اذا ما جاوب يخسر او يخسر نقطه تمام. فمثلا هذا المؤقت مالتي هذا التايمر المؤقت مالتي انا ايش احتاج؟ مثلا خلينا نختار هاي انه وين اذا استمرت كليك يعني من اضغط كليكت يعني من اضغط عليه ايش راح يصير عندي؟ راح يكون عندي من variables راح يكون عندي set تمام set لل my variable اللي هو مؤقت دائما يبدي من صفر. ليش؟ لان انا اريده يصعد لرقم معين. بعدها ايش احتاج؟ احتاج من control احتاج repeat ايضا واحتاج الweight. بعدها شنو احتاج؟ احتاج change my variable المتغير مالتي اللي هو اسمه مؤقت، بس اسم هذا غير له بمقدار واحد، هنا زيده بمقدار واحد، هنا نقصه بمقدار واحد تمام. زين للعشره ويوقف، انا اريد هذا الش اسمه للعشره ويعني هذا التايمر مالتي للعشره ويتوقف. فمثلا راح اضيف مثلا هاي الباك دروب ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي اني سويتش. فمثلا البلو سكاي هاي انا وين شنت؟ شنت على لا شنت على البلو سكاي 2 انا شنت هنا. اذا انا اول ما اضغط عليه على مود يكون عندي البدايه مالتي، لكن بعد ما يتحول على هاي الباك درو، لكن بعد ما هاي شنو؟ لا سكاي بلو سكاي.
لكن بعد ما ينتهي التايمر يصير 10، يعني كأنه ما ينتهي الوقت عندي، احول على البلو سكاي. اوكي هو هنا اشتغل، لازم نوقف، خليه هيك. تمام نوقفه. زين هسه ايش راح يشتغل عندنا؟ راح افصل هذا، راح اضغط سبيس هنا، انا راح اضغط سبيس راح يتحرك القط. تمام انتبه لهاي الحاله، من اضغط على هاي، من اضغط على على القط راح يبدي يكون على هاي، على هاي الخلفيه، هاي النقطه يسوي السيت للمؤقت مالتي هذا صفر، هسه هو 3 لان من الدوره السابقه، يجي ينفذ الريبيت هاي اللوب مالتي، انه كل ثانيه ينتظر ثانيه وبعدين يزيدها بمقدار واحد الى ان تخلص العشر ثواني. هنا راح يغير لي الخلفيه مالتي، لكن هنا أنا انتبه الحاله انه القط ما راح يتوقف. ليش؟ لان ماكو ستوب. خلينا نشوف هذا الكلام صح. اذا البدايات عندي سبيس وعندي وين ذا سيبريت كليك. زين هذا التايمر ما راح يشتغل، ركز لي هنا، ركز لي على اللي اسمه مؤقت. تمام زين هسه انا ايش راح ادوس سبيس، اتحرك عندي القط. زين راح اضغط على القط، راح يبدي عندي المؤقت، شوف صار صفر، راح يبدي يعد الى ان حسب الشرط مالتنا الى ان 10 المفروض تتغير الباك دروب عندي والقط ما تتوقف حركته. تمام زين هذا ما يخص التايمرز، انه اني اسوي مؤقت للبرنامج مالتي سواء تصاعدي او تنازلي حسب حاجتي اليه، او شنو اللي احتاج من عنده اني حتى شو اسمه، شنو اللي احتاجه من عنده حتى يكون مناسب المشروع. طبقوه بالنسبة للطلاب والأشخاص اللي سألوا عن طريقته، طبقوا ضمن مشاريعكم، وأيضا ارسلوا لي أي استفسار أي سؤال أنا حاضر للإجابة. لهنا ينتهي درسنا، مع السلامة.